السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم حاب أشرح لكم طريقة دمج أكثر من خط إنترنت باستخدام مايكروتيك سيرفر. في البداية متطلبات شغلنا راح تكون بسيطة جدا: صندوق كمبيوتر يكون بمواصفات عادية جدا، يعني الرام 128 ميجا أو 512، 1 جيجا يكفي. الهارد ديسك 1 جيجا يكفي طبعا. تقدر تستعين بأي كمبيوتر عندك انت اوريدي طاش وما تحتاجه، تقدر تستخدمه لصنع المايكروسوفت، لصنع المايكروتيك سيرفر. في حالة انه انت بتجيب كمبيوتر جديد لا تجيب مواصفات عالية لانه انت ما تحتاجها، لانه التطبيق كله والبرنامج ما راح يستهلك الا شيء بسيط، يعني ما راح يقرا رام اكثر من 2 جيجا، ما راح ياخذ ساعة في الهارد ديسك اكثر من يعني 200 ميجا يمكن او اقل، 26 ميجا هو في الاساس، بس قول لحد 200 ميجا، يعني ما راح تحتاج هارد ديسك اكثر من 1 جيجا. كروت شبكة محتاجين طبعا. كروت الشبكة راح تكون عندنا اكبر عدد كروت شبكة نقدر نركبه في المذر بورد الخاصة بالكمبيوتر. احيانا يكون المذر بورد مدمج مع كرت شبكه، برضو نقدر نستغله في حاله انه مدمج كرت شبكه في المذر بورد وجبنا ثلاث كروت وركبناها، راح يكون عندنا اربعه. بالطريقه دي راح نقدر ندمج ثلاث خطوط انترنت مع بعض، لانه لازم في واحد من الخطوط نخرج منه الانترنت. طبعا مو كل الكروت الشبكه اللي موجوده في السوق تدعم المايكروتيك. في قائمه هنا في نفس موقع المايكروتيك سيرفر تدعم، توضح لنا ايش الكروت المدعومة من المايكروتيك سيرفر. طبعا هذه القائمة راح احط رابط لها بحيث انك تشوف قبل ما تشتري الكرت تعرف ايش الكروت اللي راح يدعمها المايكروتيك سيرفر. هذه بالنسبة لمتطلبات صنع مايكروتيك سيرفر، جدا بسيطة. الخطوة الثانية هي راح نحمل من الديسكريبشن او وصف الفيديو، راح احط رابط لكل الاشياء اللي اذكرها. راح نحمل البرنامج عن طريق تحميل البرنامج على الكمبيوتر وتثبيته او حرقه على سي دي بحيث انه يكون نفس موضوع الويندوز، يقرا من البوت الخاص بالكمبيوتر. طبعا بعد ما نحمل الايزو فايل، هو يكون على شكل ايزو فايل، نحمله على الكمبيوتر راح ننسخه على سي دي بطريقة البوت. طبعا طريقة حرق الايزو على السي دي مشروحة كثير في الانترنت، نفس طريقة حرق اي ايزو ويندوز، يعني ملفات الويندوز حرقها على السي دي. في حالة انه احد مو عارفها وما قدر يصل لشرح واضح لها على الانترنت، انا مستعد اشرحها لكم. الخطوة الاولى زي ما قلنا راح نحرق المايكروتيك الايزو فايل. طبعا بعد ما نحمله ما نفك ضغطه ابدا، على طول نحرقه على السي دي. بعد ما نحرقه راح يكون عندنا اسطوانة مايكروتيك سيرفر. الخطوة الثانية راح نخش على الكمبيوتر ونعدل بحيث انه يقرا من السي دي روم، يكون البوت الخاص بقراية الجهاز من السي دي روم. نحط السي دي الخاص بالمايكروتيك راح يقرا من السي دي روم، يدخلنا على هذه الصفحة. هذه الصفحة فيها خيارات اللي انت حاب تثبتها. احنا في البداية راح نضغط على A معناها انه راح نثبت جميع الخيارات، هيعطينا X بالشكل ده على جميع الخيارات اللي موجودة. بعدها نضغط على I يعني install، يعني نبدأ بتثبيت المايكروتيك. راح تطلع عندنا الصفحة هذه، راح يقول لنا do you want to keep old configuration، يعني معناها انه تبي تحتفظ بالاعدادات القديمة. راح نضغط نكتب N ونضغط انتر، يعني ما نحتاج ان نحتفظ بها. بعد كده راح يعطينا تحذير انه راح يمسح جميع البيانات اللي موجودة في الهارد ديسك. نضغط على نكتب yes ونضغط انتر، يعني موافقين. Creating partition هيبدأ يقسم الهارد ديسك. Formatting disk هيبدأ يمسح الهارد ديسك. بعد كده يبدأ يثبت ملفات الايزو. هيصل عندنا للأخير وهيعطينا software install، يعني تم تثبيت البرنامج. Press enter to reboot، اضغط enter لإعادة التشغيل. ما راح نضغط enter، راح نطلع السي دي حق المايكروتيك من الجهاز بعدها نضغط enter، لأن لو ضغطنا enter اللي هيصير انه هيقرا من جديد من السي دي وهيثبت لنا اياه مره ثانيه. فنطلع السي دي اول بعد كده نضغط انتر. راح يطلع معنا بالشكل هذا الشكل، معناها انه احنا خلاص ثبتنا المايكروتيك سيرفر، امورنا طيبه. نقدر نكتب في اللوجن ادمن الباسورد نتركه فاضي، نضغط انتر هيطلعنا على الصفحه هذه. كده نعرف ان شغلنا انتهى وامورنا طيبه 100%.
في البداية هو المايكروتيك راح يعطينا 24 ساعة استخدام مجاني، بعد كده لازم تسجل، راح أحط التسجيل برضو مرفق مع البرنامج. الخطوة اللي بعدها، هذه الخطوة الأولى، هي تركيب كروت الشبكة في المذر بورد، تثبيت المايكروتيك سيرفر على الصندوق اللي جبناه. بعد ما ثبتنا المايكروتيك وركبنا كروت الشبكة وأمورنا طيبة، نبدأ للخطوة الثانية اللي هي تغيير الجيتوي الخاص بالمودمات. عندي 3 مودمات، كل مودم له جيتوي خاص او له اي بي خاص حتى ادخل عليه. طبعا الاي بي هذا يجي في ظهر المودم، او انت تقدر تستنتج عن طريق الجيتوي اللي يجيك في الشبكه. طبعا احنا كيف نخش على المودمات؟ في اي بي نكتبه في المتصفح يدخلنا على صفحه المودم. هذا الاي بي لازم نغيره لكل مودم. المودم الاول نخليه مثلا 1.1 بالطريقه هذه، الثاني 2، والثالث 3، بالدخول عن طريق المودم. كل مودم له اعداداته الخاصه، انا ما اقدر اشرحها لانه يختلف من مودم الى اخر. في الاعدادات تغيرها، تخليها كل جيتوي خاص بنفسه. الخطوه اللي بعدها راح نثبت او نحمل، ما يحتاج للتثبيت، مجرد نحمل اللي هو الويند بوكس. هذا الويند بوكس يجي موجود مع هيجي موجود في الديسكريبشن، راح احطه لكم. نحمله، طبعا انا في اعدادات مسويها، راح امسح الاعدادات، يعني هذه الخطوه ما لها علاقه في الموضوع، بس عشان انا مسوي له اعدادات قبل كده، فراح امسح الاعدادات عشان نبدا من جديد واحده واحده. اوكي، مسحت الاعدادات. اول ما ننزل الوين بوكس، كمان امسح له. اول ما ننزل الون بوكس على الجهاز عندنا، نشغل الون بوكس، هيطلع لنا بالشكل هذا. راح طبعا لازم نعرف كل كرت شبكه رقم الماك الخاص به، سواء عن طريق نفس كرت الشبكه مكتوب، سواء عن طريق بعد فتح البرنامج نضغط على هذه الايقونه راح يطلع لنا الماك الخاص بكيبل الشبكه اللي احنا شابكينه. طبعا احنا عندنا الان كمبيوتر او لابتوب شابكين كرت الشبكه عندنا وشابكينه على السيرفر، ما راح نقدر نثبت المايكروتيك سيرفر على نفس الكمبيوتر الخاص بينا، لازم نثبته على كيسة او صندوق خاص ونربطه بكيبل شبكة بالصندوق اللي هو الان نستخدمه او باللابتوب اللي الان نستخدمه حتى نخش عليه. بعد تشغيل الون بوكس نضغط على ذهنا، راح يعطينا الماك اللي موجود. هذا الماك اللي هو شابكين، هذا رقم الكرت الشبكة اللي شابكين فيه الكيبل للكمبيوتر حقنا. نضغط عليه، ننسخ الماك هذا ونضيفه، نفتح صفحة تيكسيت ونضيفه فيها ونسميه. طبعا لازم اعرف انا شابكه الان، انا عندي مثلا كروت الشبكة متسلسلة، اعلى واحد اللي تحت اللي تحت زي كده. الاول مثلا شبكناه في الاول، اخذنا الماك وسجلناه، بعد كده نفصل الكيبل من السيرفر ونشبكه في الكرت الثاني ونضغط هنا وراح يطلع لنا الماك، نفس الموضوع، وناخده ونسجله لين تطلع معانا قائمة بأرقام الماكات الأربعة حقت الخاصة بكروت الشبكة. مثلا إذا عندك أنت 5 كروت شبكة راح يطلع عندك 5، عندك 2 راح يطلع 2، نفس الموضوع. رقم 1 هذا الماك، 2، 3، 4، طبعا أنا مرتبة على حسب تسلسلها في الجهاز، يعني أول 1 هذا المدمج مع المذر بورد، الثاني اللي هو تحته على طول زي كذا. مهم جدا أن نعرف ماك الخاص بكل كرت. الآن دخلنا، هنخش باستخدام هذه أول دخول لنا، هيبدأ يسوي التحميل هذه في مرة أولى بس. باستخدام الون بوكس هنخش، طبعا هذا هي القائمة الرئيسية والصفحة الرئيسية الخاصة بسيرفر المايكروتيك. نشيل الصح، نضغط بالزر اليمين، نضغط طبعا نختار add CPU add memory add uptime. الفائدة من هذه Add CPU، هنا يطلع لنا الاستهلاك الخاص بالمعالج، هنا الذاكرة، وهنا الوقت اللي شغال فيه السيرفر. نقفل البرنامج ونشغل من جديد حتى يحفظ الإعدادات. مهمة هذه جدا عشان إذا في يعني سخن المعالج أو ارتفع استخدام الرام يبين معانا هنا. أول خطوة طبعا هو المايكروتيك سيرفر، هو برنامج سيرفر كبير وفيه أشياء يعني جدا جدا رهيبة، بس احنا راح نشرح جزئية دمج الخطوط. أول خيار راح نستخدمه اللي هو انترفيسز، هذه الصفحة راح تظهر لنا جميع الخطوط اللي راكبة عندنا، اللي هي 4 كروت شبكة مركبين في الجهاز. نضغط على أول خط،
هذا الماك الخاص بالخط اللي احنا كتبناها اوريدي سجلناها هنا، اخره A3. ال A3 اللي هو رقم 2 راح نسميه N2. N2 يعني كرت الشبكة رقم 2. اللي بعده الادرس الخاص به اللي هو 42، هذا الواحد، هذا المدمج هنسميه N1. الثالث راح يكون عندنا اللي هو 8F، هذا N3. طبعا هذه انت حر تقدر تسمي براحتك، المهم شيء تعرف ايش الكروت اللي مشبوكة عشان تعرف الدخول من الخروج والدخول خاص باي راوتر، يعني انت حر في التسميات، حر في الاختيار براحتك. طبعا بقي عندنا الكرت الرابع، اللي هو 8-4، هذا اللي هو اخر كرت اسفل انا مخليه للخروج، هسجل عليه اوت يعني خروج، هو اسفل كرت انا مركبه مخليه للخروج اوت. اوكي سمينا عندنا N1 2 3 واوت، يعني 3 خطوط للدخول واحد خط للخروج. هذه الخطوة الاولى. الخطوة الثانية، المايكروتيك سيرفر هو عبارة عن يعني جهاز توزيع انترنت. الان احنا عندنا الكمبيوتر بعد ما ثبتنا عليه المايكروتيك سيرفر صار عندنا جهاز يوزع انترنت. حتى نوزع انترنت لازم يكون عندنا اي بيات لتوزيع الانترنت. راح نروح لقائمة اي بي ونروح لادريسز ونختار اضافة ونكتب ايش الاي بي اللي نحتاج، يعني اللي نبغى نخليه للسيرفر حقنا. طبعا احنا نختار اي بي نبغى نحطه، بس اهم شيء لا يكون يتعارض مع الاي بيات اللي موجودة. انا هسميه 10.0.0.1 على 24. الفائدة من 24 اللي هو هيعطيني كم اي بي اوتوماتيك، يعني كم جهاز اقدر اشبك عليه وياخذ اي بي اوتوماتيك. اذا كتبت 24 هيعطيني 254. في حالة اني احتاج الى اكثر من كده اكتب 22 ممكن يعطيني الى حد 1024 اي بي اوتوماتيك. طبعا هذا الاي بي خاص بينا احنا انشأناه، هيخرج هيكون من الاوت الكرت الشبكة الخروج. نضغط ابلاي اوكي. اعطانا الان هذا الاي بي هنا واعطانا شيء اسمه النتورك. لاحظ هذا النتورك راح نحتاجه بعد كده نكون حافظينه. الخطوة اللي بعدها نروح للاي بي دي ان اس. دي ان اس هذه خدمة موجودة، يعني ارقام الدي ان اس هذه موجودة بكثرة في مواقع كثيرة، تقدر تحط الرقم اللي انت تحتاجه. احنا راح نستخدم دي ان اس الخاص بجوجل 8. اوبس من جديد دي ان اس 8.8.8.8، بعدين نضغط السهم الاسفل 8.8.4.4. هذا الدي ان اس خاص بجوجل. طبعا في دي ان اس يفك المواقع المحجوبه وفي دي ان اس يقفل على المواقع الاباحيه، موجوده كلها هذه على المواقع. نضغط اوكي. الان ضفنا الاي بي وضفنا الدي ان اس وسمينا كروت الشبكه، 3 خطوات هذه. الان في من قائمه اي بي نختار اللي هو دي اتش سي بي كلاينت ونضغط اضافه ونختار اللاينات لاين 1. نبدا نشيل الصح عن الدي ان اس لان اوريدي احنا ضفنا دي ان اس مانوال. نشيل جميع الصحات اللي موجوده هنا ونضغط اوكي. اخترنا كرت واحد اوكي، راح يبحث يطلع لنا الاي بي الخاص به. وروح لاثنين نفس الموضوع اوكي، طلع لنا الاي بي. وثري نفس الموضوع اوكي. هذه الثلاث موديمات اللي مشبوكه في لاين 1، كرت الشبكة 1، كرت الشبكة 2، كرت الشبكة 3، وهذه الاي بيات اللي مأخوذة من كروت الشبكة، اخذها كرت الشبكة من الموديمات اللي مربوطة بها. الان بعد ما ضفناها نروح للخطوة اللي بعدها وهي خطوة الدمج، واهم خطوة تعتبر من قائمة اي بي فايروول منجل اضافة. في الخيار الثاني راح نضيف النتورك، كان نتذكر قبل شوية قلنا لان ضفنا اي بي للسيرفر الخاص بينا اعطانا شيء اسمه نتورك، راح نضيفه. في حالة اننا نسيناه نقدر نروح لاي بي ادريسز موجود هنا راح نضيفه
طبعا يتغير بتغيير الاي بي. مثلا انت الاي بي اللي سويته مو نفس اللي انا مسوي 10.0.0، انت سويت اي بي شيء ثاني راح يكون مو نفس اللي انا اكتبه. يعني لازم يعتمد على حسب الاي بي اللي انت تسميه. 10.0.0.0/24، احنا قلنا موضوع سلاش 24 ايش الفائده منها. لكل خط عندنا راح نسوي خيارين او خطوتين، لكل خط من الموجوده خطوتين. الخطوه الاولى للخط الاول هذه نكتب الاي بي هنا، واخر خيار نختار منه نيو في اكسترا ان تي اتش عدد الخطوط اللي موجوده عندنا اللي هي داخله للسيرفر، وهذا الخط رقم واحد رقم كم اللي قاعد نستخدمه الان. عندنا 3 خطوط، هذا الخط رقم 1. نروح لاكشن نختار مارك كونكشن ونسمي الخط اي اسم، نسميه لاين 1. اوكي، هذه الخطوة الأولى للخط الأول، باقي الخطوة الثانية للخط الأول. نضغط إضافة من جنرال، نحط نفس الأي بي ونختار من كونكشن مارك لاين 1. بعد كده من اكشن، في البدايه اخترنا مارك كونكشن، هذه المره راح نختار مارك روتينج ونسميه لاين 1 نفس الاسم لانه نفس الخط. هذه الخطوتين خاصه بخط واحد، لكل خط نفس الخطوتين. هنشتغل على الخط الثاني، عدد الخطوط 3، هذا الخط رقم 2 مارك كونكشن نسميه لاين 2. اوكي، الخطوة الثانية للخط الثاني نفس الاي بي، الاي بي ما يتغير في جميع الخطوات. كونكشن مارك نختار لاين 2، من اكشن نختار مارك روتينج ونسميه لاين 2. سوينا 4، معناها سوينا شغل خطين، باقي لنا الخط الأخير. من جنرال نفس الاي بي نيو اكسترا ان تي اتش عدد الخطوط 3، هذا الخط رقم 3. من اكشن مارك كونكشن لاين 3، الخطوة الأخيرة للخط الثالث، هذا الاي بي ومن هنا نختار لاين 3، وهنا نختار مارك روت لاين 3 نسميه. كده انتهينا من عملية الدمج. الخطوة اللي بعدها عن طريق قائمة الاي بي دي اتش سي بي سيرفر اللي هو توزيع الانترنت. طبعا في ناس تحب توزع عن طريق راوتر، عندها راوتر خاص بالتوزيع وما تحتاج توزع، ما تحتاج للخطوة هذه، لكن احنا بنوزع عن طريق نفس الصندوق. فنختار الدي اتش سي بي سيرفر ونختار السيت اب. هنطلع الانترنت من اي خط، من الاوت نيكست 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 نيكست، هذا الدي ان اس تبعنا نيكست. اوكي، اعطانا سيت اب هاز كومبليت سكسسفولي، يعني انتهينا من لو نلاحظ في مثلث موجود على الشبكه هنا انه ما تعرف للان على الانترنت. هنروح للخطوه اللي قبل الاخيره عن طريق الاي بي وبعدها راوت. هنا هنضيف الجيت واي الخاص بالثلاث مودمات. احنا قلنا الجيت واي اللي هو الرقم اللي ندخل بيه على المودم، اللي نكتبه في البراوزر او المتصفح وندخل بيه حتى نخش على المودم، هو هذا الجيت واي. احنا عندنا 3 مودمات غيرنا الجيت واي الخاص بيها، فبالتالي هنكتبها الثلاثة. هنضغط اضافة وفي في خانة جيتوي هنكتب الجيتوي الأول 192.168.1.1، ما راح نضيف أي شيء، نضغط أوكي. نروح للي بعده الجيتوي الثاني 192.168.2.1، وراح نضيف في الراوتينج مارك خط رقم 1 اللي هو لاين 1 ونضغط أوكي. اللي بعده 192.168.3.1 ونضيف برضه خط رقم 2 ونضغط اوكي. صار عندنا هنا لاين 2 مضاف له خط 1، لاين 3 مضاف له خط 2. اللي في البدايه ما ضفنا له اي خط،
وخط ثلاثة ما احنا ضايفينه. ايش الحل؟ نروح نضيف الجيتوي نفسه حق المودم الاول اللي هو 1.1 ونضيف له الخط رقم ثلاثة. يصير عندنا 1 2 3 موجودة، وهنا في الاول اللي هو الجيتوي بدون اي شيء. كده انتهينا، باقي بس خطوة اخيرة اللي هي الهوت سبوت او طريقة توزيع الانترنت. طبعا الهوت سبوت هي طريقة من طرق توزيع الانترنت، في اكثر من طريقة، في البي بي ان، في طرق ثانية لتوزيع الانترنت، بس احنا نختار الهوت سبوت كاسهل طريقة. من قائمة اي بي نختار هوت سبوت، هوت سبوت سيت اب. من فين هنطلع الانترنت؟ طبعا من الاوت. نيكست نيكست، راح يعطينا اي بيات من 10.2 إلى 10.254، هذا اللي قلناه في حالة ان احنا سجلنا /24. نيكست نيكست، دي ان اس تبعنا. هنا نقدر نكتب اي موقع، www.google، اي موقع بحيث انه ينفتح في البداية، او نتركه فاضي، نضغط نيكست. هنا اللي يقول لنا اليوزر نيم الخاص بيك والباسورد، ما احنا حاطين باسورد، واليوزر نيم ادمن. نيكست. سيت اب هاز كومبليتد ان سكسسفولي، خلاص انتهينا من تثبيت الخاص بالهوت سبوت. الان نحاول ان نتصفح بعد ما انتهينا، او ان المفروض ان نسوي اصلاح للشبكه بحيث ان يقرا اي بي. هو الطبيعي انه يقرا اي بي دايركت على طول من بعد الخطوه اللي راحت هذه، يبدا يقرا اي بي. في حاله ما قرا، ما هو قادر يقرا الاي بي، نسوي ريستارت للسيرفر. هذه نادرا ما تصيب. طبعا كيف نسوي عمليه اعاده تشغيل للكمبيوتر السيرفر؟ نروح للسيستم، ومن سيستم نختار ريبورت، نضغط يس، هيتم اعاده تشغيل السيرفر. طبعا ديسكونكت، فصل البرنامج لان السيرفر طفى. ننتظر حتى يعيد التشغيل السيرفر، وبكده يكون انتهينا. طبعا الهوت سبوت اللي سويناه احنا لكل واحد يعني حاب انه يدخل على الشبكه راح يحتاج الى يوزر نيم وباسورد، نقدر نضيفه عن طريق قائمه الهوت سبوت في اليوزر. وفي نفس الوقت نقدر نشبك بدل الكابل اللي خارج من السيرفر الى الكمبيوتر، نشبكه على اكسس بوينت فيوزع لنا وايرلس، بحيث ان نبغى نوزع وايرلس بدل كيبل الشبكة. الآن اتصل وأعطانا أوكي وأعطانا هذه الصفحة. إيش الفائدة؟ يقول لك الإنترنت تحتاج إنك تسوي لوجن حتى تستخدم الإنترنت. أوكي، بنخش على الصفحة لنفرض ياهو. على طول أعطانا صفحة المايكروتك سيرفر، يقول لك أدخل اليوزر نيم والباسورد. إحنا ما حطينا باسورد، اليوزر نيم كان أدمن اللي سويناه وقت الهوت سبوت. نضغط أوكي، دخلنا على الانترنت. طبعا هنا يعطيك صفحة يقول لك فيها ان الاي بي الادرس الخاص بك، الكيلو بايت، الكونكت، الوقت، كل شيء. هذه صفحة الانترنت. محتاجين نجرب الداونلود الان بعد ما اتصلنا بالسيرفر ودمجنا 3 خطوط. انا عندي تقريبا الانترنت ضعيف، يعني في كل خط من الخطوط اللي شابكها تقريبا يوصل داونلود 1 ميجا على احسن الاحوال، لان المنطقة اللي انا فيها مشكلة. فبالتالي هنجرب بعد ما دمجنا 3 خطوط ايش اللي صار معانا في التحميل. طبعا الدمج اللي سويناه ما هو خاص فقط بالتحميل، حتى في التصفح هتندمج، هيستخدم 3 خطوط. راح ننتظر لين يبدا التحميل. عندنا 1 ميجا، 2 ميجا داونلود، 3 ميجا وصل، 3 وي. يعني اذا قلنا بمعدل 1 ميجا لكل مودم شابكينه راح يعطينا 3 ميجا، اتس اوكي. يعني انت لو عندك كل مودم في 5 ميجا داونلود راح يعطيك 15 ميجا، هذا يكون شيء جدا ممتاز. كده تقريبا انتهينا احنا، بس في خطوة مهمة لازم نعرفها وهي اضافة اليوزرات. نوقف هذا خلاص، ندخل على الون بوكس،
نروح للاي بي هوت سبوت ونروح لليوزرز. طبعا هذا اليوزر اللي هو الادمن اللي في البداية سويناه اللي قدرنا نخش به، ما حد يقدر يخش بنفس اليوزر في حالة انا متصل به. نقدر نضغط عليه دبل كليك ونضيف له باسورد اذا احنا حابين. نقدر نضيف من هنا يوزرات، نكتب اسم اليوزر هنا ونحط باسورد. اوكي اعطانا يوزر واحد، يوزر اثنين، يوزر ثلاثة، الى ما لا نهاية. عندك تضيف يوزرات، اي احد يحب يخش راح يطلب من يوزر نيم وباسورد، يدخل اليوزر اللي موجود وتقدر تعدل فيه، تضيف له مثلا باسورد. كده يكون غالبا انتهينا من الشرح، ان شاء الله يكون واضح، واي نقطة ما انتم فاهمينها اكتبوا لي اياها وان شاء الله اني اشرح لكم اياها. يعطيكم العافية.